موالاة الطواغيت يا اخواننا الناس دعاة الباطل على نوعين، اما يكونوا ناس مساكين ساي من التبع المساكين ما ناقشين حاجه ما جايبين خبر، فديل انت لو واصلتهم واحسنت لهم ودعيتهم افضل. اما لو كانوا دعاة للباطل والمنكر زول اللي بيحرش الجماعه ذاته وبيدعوهم واللي بيأصل لهم الباطل بتاعهم ده، ده الواجب عليك تهجر وتبتعد منه. ما بجوز زيك تجالسه ولا تمشي له زياره ولا كده، وتؤجر على ذلك. تؤجر على ذلك لقول النبي قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله. الى اخر الايه. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.